في تفسير قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقيل بمعنى الكتاب قيل بأنه بمعنى القرآن، وقيل هو بمعنى الكتابة، والأول أظهر. والحكمة اختلف فيها، قيل هي بمعنى السنة، وهذا قول أكثر المفسرين، غير أن هذا القول ترده شواهد تدل على خلافه في القرآن الكريم. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن سرد طائفة من الأحكام في سورة الإسراء قال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فإذا الحكمة ليست محصورة في السنة، وإنما القول الصحيح أن الحكمة أسرار أوامر الله سبحانه وتعالى، فوراء جميع الأحكام حكم، سواء ظهرت للعباد أم لم تظهر لهم. وراء كل حكم أنزله الله تعالى حكمة، أي وراء كل حكم سر، لأنه ما من حكم إلا ووراءه منفعة للعباد. فإن كان الحكم أمرا فإن وراء هذا الأمر إصلاح، إما أن يكون إصلاحا فرديا، وإما أن يكون إصلاحا اجتماعيا، وإما أن يكون إصلاحا اجتماعيا وفرديا. وغالب ما تكون أوامر الله سبحانه وتعالى مقترنة بإصلاح نفسي واجتماعي، فالصلاة فيها إصلاح نفسي واجتماعي، والصوم فيه إصلاح نفسي واجتماعي، والزكاة فيها إصلاح نفسي واجتماعي، والحج فيه إصلاح نفسي واجتماعي، وهكذا كل أوامر الله تعالى. وإما أن تكون هذه الأحكام منعا، كمنع الربا ومنع الزنا ومنع شرب الخمر، ومضار هذه المنهيات مضار نفسية واجتماعية. فإذا أوامر الله سبحانه وتعالى لا بد من أن تقترن بحكم، وهذه الحكم غالبا ما تكون إما تحقيق مصلحة فردية واجتماعية، وإما دفع مفسدة نفسية واجتماعية أيضا. والكشف عن أسرار هذه الأوامر والنواهي هو المعبر عنه بالحكم. والإمام محمد عبده مع كونه قال بأن الحكمة ليست هي السنة وحدها، رجع من بعد في تحليله لها إلى ما يدل على أنها السنة، فقد قال ما معناه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الكتاب، في هذا الكتاب قواعد التوحيد وأصول العبادات والأحكام، ومجملات للقضايا السياسية والقضايا الاجتماعية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بمسلكه السياسي والاجتماعي يعلم هذه الأمة هذه القضايا وموقف الإسلام كيف يجب أن يكون. فإذا رجع إلى إثبات أن السنة هي الحكمة، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته عليه أفضل الصلاة والسلام. فالسنة إما أن تكون قولية، وإما أن تكون فعلية، وإما أن تكون تقريرية، غير أن الذي يظهر أن الحكمة هي بيان ما اشتملت عليه الأحكام من الأسرار. وقد يأتي هذا البيان مو ما إليه في القرآن الكريم،
ولكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي تفصل ما أجمل في القرآن الكريم.